دكتور منال يوسف، إحدى رائدات مصر في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية، حاصلة على بكالوريوس الصيدلة جامعة عين شمس عام 2007، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة جوميا، قادت عدد من مبادرات المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية للتصدير إلى إفريقيا عبر جوميا، ضمن أقوى 50 سيدة مؤثرة في مصر عام 2021. اهلا بيكي ومنورانا في شغل عالي. منورانا بيكي انتوا حبيبتي. دكتوره منال يوسف اللي سابت الصيدله واشتغلت في مجالات ليها دعوه بالعلاقات العامه والكوميونيكيشن والتسويق، واحده من رائدات الاعمال في المجال ده. احنا مبسوطين انك معانا النهارده. ثانك يو دين، انا اللي مبسوطه جدا انا معاكم النهارده. احنا عندنا طول الوقت معضله السؤال بتاع الصوره الذهنيه عن المنتج اللي احنا بنبيعه. فبعض الناس بتفتكر انه شغلانته الاساسيه هو انه يبيع المنتج وخلاص. قولي لي ازاي التسويق ممكن يكون حلقه الوصل ما بين فريق المبيعات وما بين الفريق اللي بيخطط وبيحط استراتيجيات يعني. بصي يا دينا، اول حاجه لازم ان احنا نقدر ان احنا نقنع فريق المبيعات ان هو يقنع العميل انه يشتري. واقنع في نفس الوقت العميل ان هو برضه يشتري. فلازم نشتغل على حاجتين اللي هم البي تو بي والبي تو سي. اوكي. البي تو بي ممكن يبقى انترنال او داخلي جوه الشركه. فلازم اصلا اللي بيشتغل على الخطه او الاستراتيجيه يبقى عنده ثقه في المنتج ده او مقتنع بمميزاته فعلا. عشان يبقى عندك طموح او عندك شغف ان انا اشتغل عليه. تقنعي اللي قدامك ده بمميزات المنتج ده. يعني النظريه اللي كانوا بيقولوها لنا زمان بتاع ان المتخصص في المبيعات ده يبيع اي حاجه، ده انا ابيع الهوا، ده مش كلام منطقي. ما هو انت ممكن تبيعي الهوا بس هتبيعيه مره مش هتعرفي تبيعيه تاني. بالظبط، تبقى خدعه او حاجه ملهاش مصداقيه على المدى الطويل. طب محتاجين نعرف، بما انه الريتيل او التسويق كله بقى الكتروني دلوقتي، وبما انك يعني واحده من قيادات احدى المؤسسات الالكترونيه الكبيره جوميا، فاحنا مبسوطين ان احنا نعرف منك مستقبل طريقه البيع والتواصل مع الجمهور رايح لفين او وصلنا لفين. احنا مش رايح، احنا رحنا خلاص مش كده؟ احنا في الطريق كلنا. التجاره الالكترونيه حصل فيها شيفت كبير قوي او تحول كبير قوي بعد طبعا كوفيد 19. الفكره كلها انك تعملي ان تخلي اصلا العميل يجرب اول مره. اول ما العميل بيجرب التجاره الالكترونيه بيبتدي يكتشف مميزاتها. ان هي بتسهل حياته، بتوفر وقت، بتوفر فلوس، توفير في حاجات كتير قوي، استخدام اسهل بكتير، فبيدمنها الله يسامحكم. فوقت كورونا الناس كتير قوي، مش عايز اقول كلمه اضطروا، بس معظمنا ما كناش قادرين ننزل من البيت، فبدأنا نستخدم التجارة الإلكترونية سواء كبائع مدفوعات أو منتجات أو whatever بقى السيرفيس يعني. أو الخدمة. فالموضوع اختلف طبعا في كل حاجة، طريقة الكوميونيكيشن مع الناس، وعي زاد أكتر عند العميل المصري، وعي زاد أكتر عند الشركات وأصحاب الماركات العالمية أو المحلية. بالزبط. إن التجارة الإلكترونية بقى جزء أساسي من منظومة التجارية في مصر. حلو قوي. وفي مستقبل التجارة عموما انت شايفة انه النصيب الاكبر هيبقى للشكل ده، ولا هتفضل التسوق التقليدي ليه سحر برضه؟ بصي دينا، ده ما يقدرش يلغي ده، الاتنين بيكملوا بعض. بس الفكرة كلها لو انا مثلا عندي شركة ببيع منتج، عندي 10 فروع مغطيين 4 محافظات. بس انا عايزة اوصل لكل المسالكين في كل مكان. طبعا. فانت عشان تقدري توصلي لكل الناس في كل مكان، التجاره الالكترونيه بقت الجزء الاساسي بالنسبه لك كشركه او كصاحبه منتج. وهل هي نقدر نقول عليها الشكل الارخص في التسويق؟ يعني كان عندي فرع تخيلي فيرتشوال او بالظبط. طبعا الكوست او المصروفات انك تخلي عندك متجر الكتروني اقل بكثير قوي من المتاجر التقليديه، سواء كان بقى ايجار، عماله، كهرباء، مية، غاز، يعني كل الحاجات التانية دي، يعني اليوتيليتيز عامة أقل بكتير ككوست وايز. فده حتى بيخلينا إن احنا نشجع الشباب يبتدوا مشاريعهم الصغيرة ويبيعوها أونلاين، عشان رأس المال اللي هيحتاجه أقل بكتير قوي إن هو يفتح محل.
طبعا طبعا. ده وده تحديدا ان احنا عايزين نعرفه منك باكتر تفصيل، عدد الشباب اللي موجودين على منصات التسويق الالكتروني او التجاره الالكترونيه قد ايه، ولو في نسبه يعني موجوده، وتقدري تقولي مثلا حجم تجارتهم او ترويج لتجارتهم فارق مثلا في الفتره اللي فاتت، في الثلاث سنين اللي فاتوا دول. في الثلاث سنين اللي فاتوا في ناس كتير قوي بدات تتجه اكتر للديجيتال عامه بشكل عام، او الشكل الرقمي للمبيعات او للتسويق. كم الشباب اللي عندنا بقصص النجاح اللي بنشوفها معاهم بينت لنا قد ايه ان فعلا لازم نركز معاهم اكتر، ان المستقبل معاهم. قد ايه ناس عندها حلم ان هم يعملوا منتج بس معهوش راس المال اللي يخليه يفتح المحل، خلى ناس كتير قوي تتجه. ولما بنعرض قصص النجاح دي عن طريق بقى السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، خلت ناس اكتر تتشجع ان هي تشارك وتبتدي مشاريعها بنفسها. يعني انت كنت شاهده على قصص نجاحها كان للتجاره الالكترونيه فضل في انها تعمل البيزنس اصلا يبقى له شكل ويكمل. قصص كتير انا نفسي اتاثرت بيها لدرجه ان ده بقى بالنسبه لي حلم وهدف عايزه ان احنا كلنا نشتغل عليه، ان احنا نشجع الشباب انتج واعمل مشروعك بنفسك وهتقدر توصل بيه لحاجه كويسه وتقدر تكبر نفسك. يعني قصه من القصص مثلا سيده بدات بمكنه خياطه في بيتها، بعدها بقى عندها مشغل، بقى عندها مصنع صغير بتبيع اونلاين بس. فلا تقدري تكبري من مشروع متناهي الصغر لصغير لمتوسط، الناس بتكبر. فالتجاره الالكترونيه بالنسبه له بتبقى الامل انه يقدر يبتدي مشروعه، مش هنقول له لا. مستقبل التسوق الالكتروني ممكن يوصلنا لفين؟ اقصد اقول انه ممكن حد يشتري حاجه استهلاكيه، لكن هل ممكن يشتري متطلباته اليوميه؟ ممكن يشتري حاجات تقيله واصعب؟ هل ثقافه المستخدم رايحه في اي اتجاه من دول؟ اول لما كوفيد بدا احنا عندنا في الشركه تبنينا ان المنتجات السلع الاستهلاكيه والاساسيه لازم تبقى متوفره موجوده، سواء كان زيت، سكر، صلصه، الحاجات اللي هي اللي الناس كلها كانت محتاجاها في الوقت ده وكانت خايفه تنزل السوبر ماركت، مش قادره تنزل. لما بدات الجائحه احنا قررنا لا، لازم يبقى الفئه دي موجوده وبسرعه. والاختيارات الاصعب والاتقل، الفرنتشر، المتطلبات المنزل، يعني الحاجات الاتقل، هل الناس بتثق تشتريها اونلاين؟ بداوا يثقوا اكتر. لو كمان عندك اسامي عارضين الناس عارفاها، وفي شباب برضو بيعملوا حاجات باسعار تنافسيه والناس بتكتب عليها تعليقات على المنتج، فالناس بتبدا تثق في بعض اكتر من اراء المستهلكين اللي كانت قبلهم اشتروا الحاجه. ما هو دي كمان حاجه تحير، لانه انا عايزه اسالك كمان يا منال عن المستخدم. انا ازاي اقدر اميز او ما اتخدعش بحاجه بتتسوق لي اونلاين واشتري حاجه قد الميزانيه بتاعتي وفي نفس الوقت بجوده معقوله انا قابلها موافق عليها؟ اول حاجه احنا دايما بنشجع العميل انه يكتب رايه في المنتج اللي جاله ورايه في العارض اللي باع له المنتج ده. فلازم قبل ما نشتري نتاكد ان الريتنج مظبوط، يعني الكومنتات اللي عليه او التعليقات اللي عليه، والله المنتج وصل لي انا كعميل مثلا اشتريت المنتج، المنتج ده وصل لي والله خامته كويسه مقارنه بسعره. حد تاني كاتب روعه زي الصوره بالظبط، الخدمه كانت كويسه، وهكذا. فلازم ان احنا من نفسنا نساعد بعض. تقصدي تقولي ان احنا كمستخدمين احنا اللي هنحسن من الخدمه؟ هو الاثنين، هو دور الاثنين. احنا كشركه او كمنصه مش كل المنتجات متخزنه في مخازن الشركه، ان انت بتشتغلي بحاجه اسمها ماركت بليس. يعني ايه ماركت بليس؟ انت فاتحه المنصه بتاعتك للعديد من العارضين عنده كذا طريقه للتعامل، بس لما بيجي لي باد ريفيو او مرتجعات كتيره منه او عميل اشتكى من منتجاته، ببتدي لا تعالى نبص مع بعض ايه المشكله حصلت فين، وريني شكل منتجاتك، افحص المنتج اللي رجع لي مرتجع، اتاكد فعلا العميل. يعني المنصات هنا رقيب؟ اكيد كل المنصات بتحاول على قد ما تقدر ان هي تكون رقيب على العارضين اللي موجودين، بس لو مفيش منه محدش بعت لنا ان في شكوى، صعب ان انت تقدري تراقبي مئات المنتجات. سؤال اخير عن مستقبل المبيعات او عمليه البيع الالكتروني اللي ماليه الفضاء، حجم مشاركتها في الاقتصاد قد ايه؟ اكيد يا دينا احنا لسه في بدايه الطريق. التجاره الالكترونيه في مصر تعتبر تجاره او صناعه او قطاع جديد،
بقالنا 10 سنين في السوق المصري، بس مقارنة بالدول الأخرى احنا لسه في أول الطريق، عندنا تحديات كتيرة. الحمد لله الحكومة كمان شغالة معانا على ان احنا نزيل العقبات اللي موجودة والتحديات اللي موجودة، سواء كان بوعي للتوجه للاقتصاد الرقمي او اتجاه ناحية الشمول المالي او استخدام المنصات بشكل مختلف لدفع فوازير، يعني ان احنا نزود وعي المستهلك المصري، نعيق العديد من التحديات اللي موجودة. ده دور شركات مع الحكومة، وده الحمد لله موجود حاليا وكلنا شغالين عليه. لسه بدري قوي على التجارة الإلكترونية، لسه بنكبر فيها، وأنا شايفة أن ليها دور هيبقى مهم جدا في الفترة اللي جاية وفي السنين اللي جاية في انتعاش الاقتصاد المصري وتقويته، خاصة في اتجاه المشروعات المتوسطة والصغيرة اللي هي دايما بتبقى عمود اقتصاد لأي دولة. كنت قايله لك السؤال اللي فات أخير بس لازم أسألك سؤال تاني. هل ممكن نصدر كمان بالتجارة الإلكترونية؟ وارد جدا. حلم موجود عندنا شغالين عليه، ونتمنى في قريب جدا هجيلك وهقولك احنا بدأنا نصدر. ده حلو قوي، احنا نتمنى ده، وده بقى اللي هيطمننا ويفرحنا ويقولك شكرا ليكم انكم بتعملوا شغل عالي. ثانك يو دينا سو ماتش. شكرا ليك يا منال. ميرسي ميرسي ميرسي. المبيعات وظيفة مهمة ومؤثرة في كل شركة وكل قطاع وكل حتة وكل شبر فيكي يا بلد. احنا النهاردة دورنا وفتشنا عن مين النماذج الحقيقية اللي بتشتغل الشغلانة دي صح على أصولها وبتعمل شغل عالي.